معتز بالبداية كل عام وانت بخير، يا رب صحة وعافية لك ولجميع أهل البصرة الطيبين بهذه المناسبة الطيبة. إن شاء الله يستقر الوضع بالعراق أجمعين وفي البصرة تحديدا. أولا أنت ذكرت التزاور والمعايدة بين الأصدقاء، وأنت لحد هذه اللحظة ما معايدني بالواتساب صديقي، بالإنستغرام صديقي، بالفيسبوك صديقي، بكل المواقع حتى بالسناب شات. السؤال، أنت متزوج اثنين معتز، عايدتهن اثنين هن حبيبي، ومنو الأول؟ الزوجة الأولى لو الثانية؟ لا هذا قصف يعني. تجاوب له بصراحة. هذا قصف هذا. علي.